شكل نواف، شعره طويل. لو اتزوج واحدة ثانية يا بنت. انت من سلالة مافيا، انت وش عجينتك بالضبط؟ حي الله الحامل المحمود، هلا بقلبي انا. قلنا احنا اللي قتلنا عبير، لازم اكذب عليك واقول لك اني حامل وانا مو بحامل. حي الله الحامل المحمود، هلا بقلبي انا. خير؟ ايش فيه؟ بغيت تكسرين الدنيا علينا؟ كسر الدنيا؟ الدنيا مكسورة خالصة. آخ يا حبيبة قلبي، آخ يا رب. اذكر الله وقولي الحمد لله، واللي يعطي والواهب هو رب العالمين. انت كنت معانا على الفطور؟ سمعت اللي أنا سمعته وشفت اللي أنا شفته؟ هذه ولدها ما بعد يجي على الدنيا طلع له بعمارة. هذا لو انولد ايش بيصير؟ ايش بيصير فينا؟ ايش بيصير؟ والله للأمانة ما أخفيك، أنا بعد أزعجتني سالفة العمارة، وما أدري، أنا شايف إني لازم أكلم الوالد بكرة وأتناقش معاه في هالموضوع وأقول له اللي أنت تصرفت ترى ما يصير. هذا اللي الله قدرك عليه تتناقش معاه؟ تدري يا أخي أنا بدون نقاشاتك العظيمة هذه ما أدري إيش كان بيصير في حياتي. أنت متوقع إن المشكلة مشكلة عمارة وراحت؟ وإذا حليت العمارة طيب وبعدين؟ هذا بيجي وبيجيب معاه مشاكل وبلاوي لها أول ما لها آخر. طيب علميني وش بيدينا نقدر نسويه؟ هذه المشكلة ما لها إلا حل واحد، ما في غيره. هذا الولد مش لازم يجي على الدنيا. صاحي انتي، صاحي ولا انهبلتي؟ انلسع مخك، ترى تتكلمين عنه ولد اخوي. انت شايف احد منهم طق لك خبر؟ هم شايفينك اصلا؟ شفت كيف عاملوك على الفطور؟ هذا يسكتك وهذا يشوتك، هم مش شايفينك اصلا. خلاص خلاص، دامك قبيت وحسيت معناته فهمت. اسمعيني راشد، ايش قالك بالضبط؟ يقول طلع عليها حرامي شد شنطتها ضربها ببطنها وهج. بطنها؟ لا ما قال بطنها، بس انا هوجس لانها حامل. امي قالت لك ان ابوي يستحي. ابوك يستحي؟ ورا ما استحى مني ولا انحرج مني واحرجني وفشلني. يقول هي راعية البيت، هي كبيرتكم، هي كلمتها اللي تمشي، هي اللي تعرف مصلحة الكل. احرجني يا بنت الحلال، الله يرحم والدينك. والله اني اجي البيت ادور الراحة، ترى الشغل كاسر ظهري. الشغل كاسر ظهرك؟ والله ما ندري مين اللي كاسر ظهرك. بعد عمر طويل اذا ابوك مات كله راح في الهواء. فال الله ولا فالك، فالك ما قبلناه، مع ان كلامك ناقص، بس ابشرك تراني انا المسيطر، وخله بس ان شاء الله يجي هالمزيون. قسم بالله لا اخلي ابوي يسجل البيت والمحل والمعمل باسمه. ما تدرين وش كثر ابوي ينتظر هاللحظه وبيسمع خبر ولادتك. راشد، ابغى اقول لك على سالفه بس انا خايفه. قولي يا بعد قلبي، وليش خايفه؟ انا مو بحامل، لا تطالعني كذا. ترى انت السبب، انا سويت كذا. انت بغيت تنجن، تهورت، رايح تركض، تبغى تقول لهم ان احنا اللي قتلنا عبير. لازم اكذب عليك واقول لك اني حامل وانا مو بحامل. سمعتنا. تكذبين علي؟ تكذبين علي من عند الجدار؟ أمك سمعت؟ تكذبين علي؟ أنت شافتني مخفة؟ أنت تضحكين علي؟ أمك سمعت إن إحنا قتلنا عبير؟ هذه مصيبة. قسم بالله، مصيبة. قسم بالله لا ندمك عمرك، والله لا ندمك عمرك، والله لا ندمك عمرك.
سمعت ان احنا والله لا اخليك تندمين على اليوم اللي جيتي فيه هالبيت. انت قاعد تسمعني؟ قاعد تستوعب؟ سمعت ان احنا قتلنا عبير بتودينا في 60 داهيه؟ سمعت الشيء الخطير؟ سمعت مصيبه؟ بتروح تعلم كل الناس بتعلم فيصل انك قتلت عبير؟ يبا أبا أكلمك بموضوع خاص. سم شو رأيك لو أتزوج واحدة ثانية؟ شو قاعد تقول أنت؟ لا عاد أسمع هالكلام ولا يجي على بالك، وإن سمعته مرة ثانية لا أنت ولدي ولا أعرفك، والله لا أطردك طردة الكلب. ما راح تقول شلون جرحت يدك؟ تدرين إنك سبب المصايب هذه كلها؟ تدرين إنك أغبى كائن موجود على وجه الأرض؟ وإنه كل هالمصايب اللي سيرت لي من تحت راسك أنتي وشرها علي أنا؟ أشرها علي أنا اللي جالس أتبعك؟ إيش فيك؟ ليش قاعد تكلمني بهالطريقة؟ نواف طلع يدري بسالفة مقتل عبير. شلون؟ هو اللي قال لك؟ طبعاً وبديهي هو اللي قال لي. قلت لك 200 مرة أربط لسانك، أربط لسانك، قفلي فمك، بس للأسف لا حياة لمن تنادي. إحنا لازم نفكر صح، لازم نلقى طريقة نتخلص فيها من هالمشكلة ومن هالمصيبة هذه. هذا والله بيفضحنا. يا بنت أنت من سلالة مافيا، أنت وش عجينتك بالضبط؟ أنت شلون تفكرين؟ أي شيء يوقف قدامك قتل، نسف، مسح، خير؟ أنا مش هذا اللي أقصده، أنا ما عارفة أفكر، بس شوف لك طريقة والله بيفضحنا. أبى أشوف طريقة، بس الله يرحم والدينك. لا تتدخلين، لا تتدخلين، مالك شغل، اطلعي منها. زين؟ طيب يا ذيب، أنت وين كنت؟ وأنا بكون يعني نفس السيناريو كل يوم. خلصنا حسابات أنا ونواف، رحنا تقهوينا وجيت البيت. نواف؟ اي نواف. ما شاء الله شكل نواف، شعره طويل. نورة انت لوين تبي توصلين؟ وش المطلوب بالضبط؟ يعني ما انت عارفه المحل عندي انه يجون حريم ورجال، واللي شعره طويل واللي شعره قصير. انا الظاهر ان الله مو كاتب لي الراحه بهالبيت. لا لا خلاص خلاص خلاص، اقعد اقعد، تعوذ من ابليس. خلاص أماني عليك راشد، ما كنت طالع مع بنت؟ لا حول، أطلع. خلاص خلاص ها.